دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية. رح نبدأ مع الطعن بالتمديد اللي قدمه التيار الوطني الحر اليوم للمجلس الدستوري. العوافي أستاذ إبراهيم. العوافي. قدمته الطعن اليوم ورئيس الجمهورية قدمه من يومين وبعدين؟ هلأ الموضوع بين إيدين أعضاء المجلس الدستوري. إيه وكيف رايح الأمور برأيك؟ بالمجلس الدستوري في 5 قضاة مقربين من 14 أدار. نعم. وفي قضاة 2 مقربين من رئيس نبيه بري. واحد مقرب من النائب وليد جنبلاط. واحد مقرب من الرئيس ميشيل سليمان. ايه. والله لا يكسر حدا واحد مقرب من الطيار. ايه والنتيجة؟ حسبهم 8-2 الله لا يقطع حدا. ايه بس القضاء مستقل. ايه اكيد مستقل، مين قال غير هاي؟ والقضاة اكيد ما بيتأثروا بالمرجعيات السياسية. اكيد اكيد. مين قال غير هاي؟ خاي شو حلو، الواحد بتصدق بيكبر قلبه لما يسمع هالكلام. ايه وقد ما بيكبر ببج. شكرا استاذ ابراهيم، ومننتقل لنتوقف عند موضوع ملفت للانظار اليوم، وهو الدعوة من قبل فريق 14 أدار لتحرك إنساني تجاه القصير. اليوم كلهم كانوا عم يبكوا على القصير. تيك تك تيك تك تيك تك. دورك فارس. دورك حكيم. دورك فارس. دورك حكيم. هاي بكون شي عم تبكوا حكيم ودكتور سعيد؟ عم نبكي على المدنيين اللي بالكسار يا جورج. عمال نبكي على انعدام الإنسانية يا أستاذ جورج. وجهولنا نداء استغاثي من الكسير اليوم، قال في أكثر من 100 جريح مدني محاصرين بالكسير، وقالولنا إنه حزب الله اللا إنساني مو عم يسمح بخروجهم من الكسير للاستشفاء بمشافي مناسبة. دورك حكيم. وجعتولي قلبي من غير شي قبل ما اوصل لهون، سمعت كمان خبري وجعت لي قلبي. شلون هي؟ قال بطرابلس صار ساقط اليوم لحد هلا 5 قتلى واكثر من 40 جريح. اوف بالك بطرابلس. الكسير هي المأساة يا جورج. اذا هيك اوكي، دور مين هلا؟ دورك. دوركم. تابعونا بعد الاعلان. اردوغان الى اين؟ تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية، هل بدأ الربيع التركي؟ الكل عم يطرح هالسؤال، وهل اختيار ساحة تقسيم هو إشارة لمصير المنطقة كلها؟ اليوم أردوغان تلقى نصايح من مسؤولين مجربين قبله، فشو تلقى أردوغان؟ تيك تك تيك تك تيك تك. ألو نعم. السلام عليكم سيد رجب، معك حسني مبارك. أنا بنصحك يا سيد رجب إنك تستقيل فورا. بص اللي جرالي، شوف أنا فين. شكرا سيد مبارك، لست بحاجة لنصيحتك. رجب طيب أردوغان نعم. السلام عليكم، معك علي عبد الله صالح رئيس اليمن السابق. اسمع مني يا سيد أردوغان وارحل، بكرة سوف تندم وترحل مثل التوت عن السلطة. انظر ماذا حل بي، لست بحاجة لنصائح أحد. ألو سيد أردوغان، معك زوج الست ليلى زين العابدين من علي رئيس تونس السابق. ماذا تريد يا زين العابدين؟ أنت قلت لبشار الأسد إن الزعيم الذي يخرج عليه شعبه عليه أن يستقيل، فلماذا لا تستقيل؟ ييه شكرا. ألو مين؟ ألو شلونك أردوغان؟ معك بشار الأسد. بشار؟
ماذا تريد؟ اسمع مني، لا تستقيل، لا تغادر السلطة، لا ترد على شعبك، وعلى قد ما بتقدر اقمع المظاهرات واضرب شعبك. شكرا عزيزي، شكرا. وبعد ذلك ماذا أفعل؟ أنا بحاجة لنصيحتك. بعدين فتش على شي قسطة المجرور كبير وحضره من شان تهرب وتزد فيه بآخر أيامك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك، 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 تيك تك تيك.